تفضل. كنت عايز اسال حضرتك، بالنسبه للسوق الافريقي معروف ان هو سوق مستهلك وفي نسبه مستهلكين كتير، وفي صراع كبير من عدد من الدول مثل الصين مثلا، وفي واسرائيل يعني مستهدفه برضو افريقيا. عايز اعرف من حضرتك يعني مصر اين تقف من هذا الصراع، وما هي الادوات اللي تمتلكها مصر بخلاف هذه الدول للدخول في هذا السوق؟ ده جزء. الجزء الثاني كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه للاعلام، وحضرتك يعني رائد في مجال الإعلام، كنت أسأل لماذا لا توجد قناة فضائية تخص أفريقيا، وهل فكرت في كده ولا لا؟ أولا سألت سؤال مهم جدا، والحقيقة أفريقيا سوق ضخم جدا ولها قدرة إنفاقية كويسة، وللأسف اللي أنا بقوله لك ده إن إحنا كنا ممكن نكون بموقعنا الجغرافي المتميز نكون أهم محور ارتكاز لهذا السوق. دبي يا إخوانا ما فيهاش بترول زي ما الناس فاهمة، دبي عملت دبي بإيه؟ بإعادة تصدير وبما يطلق عليه التجارة العالمية. أنت عندك محور قناة السويس، ومحور قناة السويس أحد الميزات النسبية العديدة اللي كانت تقدر على المحور ده في الشرق بالذات تقيم كل الصناعات التجميعية اللي بيحتاجها السوق الأفريقي. ده أنت مش عارف تقيمها لاحتياجاتك أنت. أسألك هقول لك حاجات هتستغرب وهتتخض منها. احنا بنستورد ب 800 مليون دولار في السنة سيور للبيلد كونفير. ايه البيلد كونفير ده؟ عارف السير اللي بيجيب لك الشنط في المطار؟ ده سير عبارة عن حتة حديدة وكاوتشة وموتور بيزق. تخيلوا ان احنا بنستورد السيور دي ب 800 مليون دولار في السنة، برغم ان دي اللي يعمل المصنع بيلد كونفير ده مصنع ب 2 3 مليون دولار. انا بوريك احنا انت سوق قد ايه. انت كمصر تتخيل ان انت بتستورد ب 250 مليون دولار فرش. عارف الفرش عبارة عن ايه؟ حتة خشبة وشوية شعر وشامبر يلمهم. 250 مليون دولار، برغم انك ممكن ب 500 ألف دولار تعمل مصنع دلوقتي. انت مش عارف تغطي احتياجاتك بالسوق العبيطة. احنا في عندنا خلل فعلا، ولذلك هذه صيحة. اين وزارة الصناعة لدراسة هذه المشروعات الصغيرة؟ ودي مشروعات صغيرة مش كبيرة على فكرة، مشروعات صغيرة ومتوسطة. لابد أن يخرج من بين من يدرس هذه الاحتياجات ويدرس كيفية عملها ويبقى محور قناة السويس. أنا بقول لك أنت ظهير البحر الأبيض المتوسط في محور قناة السويس، أنت الشريان اللي بيوصل البحر الأبيض المتوسط من البحر الأحمر، أنت داخل على أفريقيا كلها. مش البحر الأحمر كله أفريقيا؟ صح. خليج السويس والعقبة فين؟ أنت البحر الأحمر كله، إزاي أنت مش قادر تستخدم القيمة الحقيقية لهذا الموقع المتميز في انك انت تبقى وايه وعندك عمالة رخيصة وعندك 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 وعندك. الحقيقة نحن مقصرين، ولاننا الشعوب التي تضيع الوقت يكون ضياع الوقت سبب فضاحة. فانت ممكن تاخد من كل الدول دي اللي عندها الميزات النسبية دي وتحولها عندك انت القدرة التنافسية، وتبقى انت اللي بتصدر وبتشتغل مش على سوق قدره 100 مليون، بتشتغل على سوق قدره 800 مليون. الإعلام ادي واحد. اما الاعلام بقى، اما الاعلام احنا اتفقنا في بدايه الحوار ان حينما تتكلم مع الاخر لابد ان تتكلم بلغته وفي محافله، ولغته قلنا يعني ثقافته مش مفردات لغه. فاذا اذا اردت انك تمشي قناه تتكلم في افريقيا لابد ان تتكلم بلغه الافريقيين وفي محافلهم، وهذه ليست قضيه قنوات خاصه لكنها قضية دولة.